بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجكم العالمي. حلقتنا النهارده طبعا عارفين الدوري المصري الاسبوع اللي فات كان فيه ماتشات مثيره طبعا من الاهلي والزمالك والمصري وطلائع الجيش والانتاج الحربي وسموحه والمقصه. طبعا شايفين الدوري بشكل رهيب بادئ بقوته، وشايفين صفقات جديدة الأندية عمالة تشتغل عليها الأيام الفترة القادمة. ومعانا الأخبار بتاعتنا النهاردة أخبار حصرية، ونقول حاجات جديدة في كرة القدم. معانا مصطفى محمد يوافق على الانتقال إلى بيراميدز مقابل 15 مليون جنيه في الموسم. مصطفى محمد تعرض عليه من بيراميدز إن هو يروح ببيراميدز يمضي معاهم، وطبعا نادي الزمالك موافق بس بشرط 15 مليون جنيه في الموسم. احمد حسن ميدو مدرب الزمالك درب الفريق من قبل وطريقه لعبه تشبه كارتيرون. طبعا عارفين الكابتن كارتيرون ساب الزمالك ومشى وبدون شرط جزائي، وطبعا مستشار مرتضى منصور معاه حق في اللي هو يقول لك ما هو هروب كارتيرون. طبعا هروب كارتيرون في الوقت الحالي ده فيه لغز كبير، طبعا هنعرضه الحلقات الجايه برضه هنتكلم عليه. طبعا كابتن احمد حسن ميدو عارفين ان هو درب الزمالك قبل كده وكان نجم الزمالك السابق، وطريقة لعبه تشبه طريقة طبعا طريقة كارتيرون. مع كابتن هادي خشبة معلول لا يمكن الاستغناء عنه وأزاره قليل الحظ، طبعا أزاره قدام حارة قدام الجون قليل الحظ. كابتن حسام ميدو طبعا عارفين ان هو كان درب الزمالك قبل كده وكان عامل معاهم نتائج، وكان الراجل يعني يعني كل مجهوده في جوه الفريق، وكان صفقات كويسه وكانت ماتشات جامده مع فرق طبعا قويه في الدوري الممتاز، وكان عامل ماتشات قويه جدا في افريقيا. طبعا برضه نتكلم المصري، سنقدم بشكوى رسميه ضد جهاد جريش. طبعا شفنا الماتش امبارح بتاع المصري وطلائع الجيش، طبعا كان في ضربه جزاء صحيحه 100% للنادي المصري، والمصري هيقدم شكوى طبعا لاتحاد الكوره ضد جهاد جريش. طب معايا كابتن ضيف النهارده كابتن مروان عبد القادر مدير التسويق باكاديميه المقاولين فرع دمنهور، كان معايا الحلقات اللي فاتت. النهارده برضو معانا حاجات جديده هنتكلم عليها. طب ارحب بضيف الكابتن مروان عبد القادر. ومعايا اللاعب احمد ابراهيم لاعب اكاديميه المقاولين العرب مواليد 2001 فرع دمنهور. اهلا وسهلا كابتن. اهلا بيك كابتن محمد. ومعايا اللاعب محمد فرج مواليد 2005 برضو اكاديميه المقاولين العرب ولاعب النادي الحالي النادي الزرقاء، وانتقل من النادي الزرقاء لنادي الترسانه. اهلا وسهلا كابتن محمد. طبعا كابتن مروان عايز اعرف يعني نبذه كده مختصره عن اكاديميه المقاولين بالنسبه لفرع دمنهور والماتشات الوديه اللي حضرتك بتعملها ونظام التسويق. والله الحمد لله احنا شغالين بالنسبه للتسويق، شغالين تمام من الماتشات الوديه من معسكرات خارجيه. احنا لسه جايين من معسكر من كفر الشيخ. جميل. لعبنا ماتشات وديه، لعبنا اكاديميات، فالحمد لله فشايف الشغل كويس، وباذن الله في تسويق يعني شغل وبيجي من الماتشات الوديه بتاعتنا. ايه الحاجات اللي واجهتك في المعسكر بالنسبه للفرقه والله لا احنا استفدنا. جميل. احنا استفدنا، احنا الحمد لله استفدنا. انا كان معايا لعيبه كتير انا يعني ممكن ما نكون شفتها الا بعد الكورونا، فالمستوى نزل شويه قل شويه، فالحمد لله من الماتشات اللي احنا عملناها الحمد لله ظهر بمصر كويس والحمد لله تمام تعديل. انت جبت طب بالنسبه للاكاديميه طبعا بعد وضع النشاط الرياضي بعد عوده النشاط الرياضي في مصر، وشايف ان الاكاديميه عامله ماتشات وديه مع فرق جامده والكلام ده، ايه وجه الاستفاده؟ لا الوجه الاستفاده الاول اهم الحمد لله التسويق. احنا التسويق رقم واحد. التسويق رقم واحد. وتطوير اللاعب، اللاعب مثلا اللي هو عايش شويه بيتطور بيزيد معانا الحمد لله، وبسم الله ما شاء الله المدربين معانا تمام وشغالين تمام، كل المدربين اللي معانا شغالين شغل كويس. جميل. طب بالنسبه للانديه بتلعب انديه طبعا الانديه بتطلب منك لعيبه والكلام ده. الحمد لله في التسويق شغال الحمد لله تمام، في انديه كتير بنلعبها وبتطلب مني لعيب. في لعيبه مين عندك راحت انديه؟ انا عندي مثلا محمد فرج اللي معايا حاليا ماشي، معايا عبد الرحمن حزيمه، معايا محمد علاء، سموحه، مع اسماعيل محمد سموحه، محمد احمد سموحه، لعيبه كتير. كان ربيع اتكلمنا عليه قبل كده في حلقات قبل كده سابقه. ربيع حارس مرمى راح برضو لعبنا ماتش مع الترسانه شافوه اخدوه حارس مرمى مميز، وكان برضو معايا في المعسكر الاخير.
واتكلم عليه نادي برضو، كنا بنلعب المصري البورسعيدي هناك في معسكر، فاتكلموا عليه، فكلمني كذا حد عليه يعني. جميل. تمام. طيب طبعا الكابتن محمد، كابتن احمد ابراهيم مواليد 2001، عايز اعرف برضو انت بدأت كرة قدم، بدأت ازاي وفين حاليا في الموسم الحالي؟ أنا بدأت في أكاديمية كابتن حسام عوض، تمام، عندنا في البحيرة، جميل لعبت فيها سنتين أو سنتين وشوية، سنتين ونص كده يعني. جميل. فعرفت الكابتن مروان، تمام، فروحت معاه ماتش ودي، لأ الأول رحت لعبت في ال يعني وداني الترسانة وكده يعني، قدام الترسانة. الترسانة تمام. فأخدوني في الترسانة، فلعبت في الترسانة سنتين. يعني اخدوك من الاكاديميه عن طريق كابتن مروان ورحت الترسانه ومدرسه الترسانه لمده سنه، بقالك سنتين. قعدت سنتين في الترسانة. تمام. تلعب مركز ايه يا كابتن؟ مساك. تلعب مدافع. جميل. لعبت ماتشات مع مين؟ لعبت ماتشات ودية، لعبت طبعا في الدوري، لعبت مع الشرطة، لعبت مع يعني أندية كتير، أديت الدرجة التالتة وكده يعني، تمام. ولعبت ماتشات ودية مع الأهلي ومع الزمالك. فلعبت آخر ماتش ودي لعبته طبعا كان مع الأهلي اللي هو قبل الكورونا، تمام، فأخدوني في الماتش ده، طبعا كان معايا الكابتن مروان، كابتن عمران، وطبعا أخدني من الماتش، فاتكلم عليا كتير بعد الماتش ده مع الكابتن مروان، جميل. اتكلم عليك وقال لك انا عايز الراجل دوت. عايزني معاكم كده. المهم يعني الكابتن طبعا خلص ورقه واستغنى من الترسانه وكده وخلاص يعني، فجت كورونا بقى وقفت الدنيا شويه. بعد وقف النشاط. كابتن محمد فرج، طبعا عايزين برضه نتكلم بقى، انت بتلعب في نادي الزرقاء وانتقلت من نادي الزرقاء رحت نادي الترسانه، طبعا الكلام ده عن طريق مين؟ عند كابتن مروان. تمام. كنت بتلعب في الاكاديميه عند كابتن مروان؟ فيا في اكاديميه مولين العرب. تمام. لعبت قد ايه؟ لعبت فيها سنة ونص كده، سنتين، واتنقلت من الأكاديمية واتنقلت من الأكاديمية نادي الزرقاء، والكابتن مروان وداني الزرقاء، ومضيت في نادي الزرقاء ولعبت فيها سنة، جميل. ولعبنا ماتشات من نادي الزرقاء قدام نادي الترسانة، والترسانة اتكلم مع والترسانة كلم كابتن مروان. مع الكابتن بتاع الزرقاء، والكابتن الزرقاء كلم كابتن مروان، كابتن مروان وداني، وبعدين وصل تمام. معاهم لنادي ترسانة، تمام. ومضيت حاليا في نادي ترسانة، وبعدين الكورونا جت بقى وما حصلش، ولسه ما اتمرناش فيها، لسه ما بداتوش. لسه ما بدأناش تمرين. جميل. طب يا كابتن مروان، عايز اعرف رايك في دوري الاكاديميات بالنسبه للاتحاد العربي للاكاديميات. لا دي حاجة كويسة خالص، أنا مبسوط منها، حاجة جديدة حلوة، وبعدين مش مكلفة، لا مش مكلفة على اللاعب، وبيصرفوا مصاريف كويسه، كمصاريف سفريات للاعب، فيها امكانيات كويس، شايف فيها شغل كويس عند جميل. شايف الاتحاد. ان الاكاديميات بتخدم الدوري المصري بالنسبه للبراعم، بالنسبه للناشئين؟ طبعا طبعا طبعا، انا عندي الاكاديميه، انا بنطلع منها لعيب، وبنعمل ماتشات كويسه مع ناس، مع فرق كتيره حلوه، وبياخدوا منها لعيب، فمعظم انا شايف اكاديميات كتير بالشكل ده جميل. شغاله طب بالشكل احنا ده. معانا تقرير من اكاديميه كامب نو او نادي الفنار، نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. أكاديميتي يا كابتن محمد؟ كامب نو. هنقول أكاديمية كامب نو ولا فريق الفنار؟ أكاديمية كامب نو، واللقاء مع لعيبة أكاديمية كامب نو واللعيبة نادي الفنار. أنت تقول إحنا من داخل ملعب الكامب نو، تمام؟ ماشي. مع لعيبة نادي الفنار. ماشي. كابتن سيد الجوهري. كابتن محمد، بنرحب بك وضيوفك الكرام في برنامجنا العالمي. نحن الآن متواجدين بحي بورفؤاد ببورسعيد بأكاديمية كامب نو. معانا دلوقتي زي ما حضرتك شايف كده في الصورة فريق الفنار بيتمرن، وهنجري بعض اللقاءات مع دليل الفريق ومع كباتن الفريق. كابتن محمد، وده معانا احنا اللقاءات، نتعرف على حضرتك. محمد جلال. بتلعب بايه؟ في نص الملعب. لعبت في انديه تانية؟ لا، ده اول نادي. تلعب مركز ايه؟ نص ملعب مهاجم. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ حسام غالي. شكرا. تعرف عليك؟ زياد الزيات، زياد عبد الله الزيات. تلعب مركز ايه؟
بلعب هجوم. هجوم؟ لعبت في انديه تانية؟ لعبت في كبسي، لعبت 4 سنين في كبسي، وبعد كده بورفؤاد، وبعد كده استقريت يعني في كامب نو اللي هو الفنار، اللي هو الفريق الفنار. اه احساسك ايه وانت في الملعب؟ يعني احساس عادي. طيب نفسك زي مين لما تكبر؟ مودريتش، كريستيانو في الدوري المصري. فهي يعني انت مثلك الاعلى مين؟ صالح جمعه. نفسك تبقى زي كابتن صالح جمعه لما تكبر تلعب زيه كده؟ انت شايف هنا الاكاديميه افادت ليك اكتر؟ افادت اكيد، عشان كده انا قعدت فيها كتير. لما افادت افادتك فنيات وافادتك في الملعب، ان انت في حاجات خطط حفظتها وكده. ايوه افادتني يعني استلام وتسلم في الكوره حلو قوي كده يعني. الاول ما كانش في عندك الموهبه ديت، دلوقتي بدات الموهبه دي عندك تنمو. ايوه تمام. طيب انت دلوقتي لما بتبقى رايح على الجون بتبقى احساسك ايه؟ احساس عايز احطها جون وخلاص، احاول. تمام، شكرا لحضرتك. شكرا. نتعرف عليك. سيف الدين محمد عطاوت. تلعب مركز ايه؟ بلعب هاف يمين. هاف يمين. لعبت في انديه ثانيه؟ لعبت في نادي المصري ونادي بورفؤاد ونادي الفنار حاليا. شايف نادي الفنار فاد ليك حاجات اكتر من الانديه اللي فاتت وكده؟ ايوه بكتير، فاد ليا مثلا اللي انا كابتن المهندس احمد صلاح وكابتن محمد عبد العالي وكابتن سيد احتوني، وبدانا تمارين. بس في حاجه محتاجينها، ملعب 11، محتاجين ملعب 11. يعني انت نفسك ان انت تلعب في ملعب 11 اكتر عشان يبقى لينا ملعب 11؟ يبقى لينا يعني امنيتك ان انت يبقى ليك للنادي يبقى في ملعب 11 عشان تقدروا ان انتوا تلعبوا عليه. انتوا في دلوقتي في المطوشه الرسميه او الوديه بتلعبوا في ملعب 11 صح كده؟ ايوه. فانت امنيتك ان انت تبقى تلعب في ملعب يكون 11 عشان ايه؟ تقدر باسم النادي. تمام، يعني نتمنى ان امنيته تتحقق طبعا، وبنناشد الساده المسؤولين ان هم يحققوا الامنيه للنادي ان هو يكون ليه ملعب 11 عشان الفريق يقدر يلعب وكده. طيب انت نفسك تبقى زي مين لما تكبر؟ محمد هاني. محمد هاني؟ تمام، شكرا ليك. شكرا. كابتن محمد برضه معانا اداري الفريق برضه كابتن سيد، نرحب بيك في برنامجنا العالمي. اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن سيد الجوري مدير عام قطاع كرة القدم بنادي الفنار، احنا بنرحب بحضراتكم، ويعني البرنامج عامل صدى كبير قوي على مستوى الجمهورية في اطلاق الضوء على البراعم وعلى الناشئين وعلى المواهب الجديدة، وانا يعني مبسوط جديد من البرنامج، واحنا بنتابع البرنامج باستمرار، وحاجه كويسه جدا واضافه كويسه جدا للرياضه في مصر البرنامج اللي انتم بتقوموا بيه والدور الفعال اللي بتقوموا بيه على مستوى الجمهوريه، على مستوى جميع الانديه وعلى مستوى الاكاديميات، وخاصه الانديه الصغيره اللي محتاجه القاء الضوء عليها في المرحله القادمه، لان هي اللي عايزين نكبر القاعده من ابنائنا البراعم والناشئين على مستوى الجمهوريه، ودي حاجه كويسه جدا من حضراتكم ان انتم بتتواصلوا من جميع محافظات مصر. كابتن سيد، بصفة حضرتك المسؤول الإداري عن الفريق، في تمويل خارجي للفريق ولا الفريق بيعاني من نقص؟ والله الفريق ونادي الفنار من الأندية طبعا الجماهيرية، يعتبر ما فيش دعم بيتقدم له، يعني بيبقى في جهود ذاتية، في يعني دعم من خلال أكاديمية الملعب الكامب نو والمسؤولين عنه الباشمهندس أحمد صلاح والحاج رضا، يعني بيدعموا، بالاضافه طبعا للاستاذ طارق الجيار رئيس النادي، بيقوموا بشكل كبير في دعم الفريق بما يتناسب مع الموارد المتاحه يعني. لكن طبعا احنا محتاجين طبعا ملاعب، لان احنا دلوقتي اصبح عندنا فرقتين بيشاركوا ملعب 11 ناشئين مواليد 2006 و2007. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم. كابتن محمد برضه معانا، برضه كابتن محمد برضه مدرب الفريق، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا وسهلا. كنا حابين نتعرف من حضرتك عن الفريق. والله الفريق انا مسكت الفرقه بقالي 7 شهور، كنت وليت قبل كده ثلاث فرق قبل كده، ومتعرض عليا من مهندس رضا كرويه ومهندس احمد صلاح ومهندس والكابتن سيد، اما عرضوا عليا ان اجي امسك الفرقه دي، انا وافقت على طول. ناس محترمه، ناس بتلعب الكرة للكرة عكس فرقة تانية بيتمسكوا باللعيب ما بيطلعوش ناس بره. أنا جيت عميت أشتغل هنا أزود اللعيب أو أقف على رجليه،
بيتعرض على فرق عايزين عندنا مواهب كتير في بورسعيد عايزين نستغلها، ما فيش حد بيشوفها، احنا بنعلي وبنكبر وبنعرض على الفرق ان شاء الله. في احتكاكات للفريق؟ اه طبعا، كل اسبوع تقريبا دلوقتي بنعمل شغل لمده 5 ايام وبنريح يوم، وبعمل ايه مباراه وديه نشوف الاخطاء اللي واقفين عليها ايه واشتغل عليها الاسبوع اللي بعده، والفتره الجايه ان شاء الله هنعمل ماتشات بره بورسعيد. اتمنى لكم التوفيق يا كابتن. ربنا يعزك، ربنا يعزك. شرفتونا. شكرا. نتعرف عليك. يوسف محمد عبد الهادي. اتعرف عليك. محمد محسن جادو. تلعب مركز ايه؟ هاف شمال. وانت بتلعب مركز ايه؟ مدافع. نفسك تبقى زي مين ما تبقى؟ نيمار. ونفسك زي مين؟ فان دايك. اتعرف عليك. جون سامح. تلعب مركز ايه يا سامح؟ دفاع. دفاع. نفسك تبقى زي مين ما تبقى؟ فان دايك. اتعرف عليك. محمد اسماعيل. طبعا انت حارس الفريق. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ ده زي سامي الحضري. نتعرف عليك. صبح حسام. تلعب مركز ايه؟ اوف يمين. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ ميسي. نتعرف عليك. سيف العامري. تلعب مركز ايه؟ باك يمين. نفسك تبقى زي مين ما تكبر؟ فخار. شكرا لك. رفع شان الرياضه هو دورنا، بحث عن المواهب هو هدفنا. طبعا زي ما شفنا التقرير، عدنا اليكم من جديد. طبعا زي ما شفنا التقرير مع نجوم نادي الفنار في الدوري بورسعيد مواليد 2006، زياد الزيات، سيف عبد الله، يوسف عبلادي، يوسف الشربيني، يعني مجموعه لعيبه كويسه طبعا في الدوري، عاملين نتائج كويسه. وفي لعيبه كتير في انديه بورسعيد عندنا زي نادي بنوك، زي نادي المصري، زي نادي المريخ، زي نادي بورفؤاد، زي نادي الجمارك، كانوا عاملين نتائج كويسه الموسم اللي فات. وعد برضو اليكم ان اتكلم مع الكابتن مروان عبد القادر طبعا عن دوري الاكاديميات بخصوص الاتحاد العربي. ايه رايك في دوري الاكاديميات بخصوص الاتحاد العربي واقامه المنتخبات؟ لا والله شغل كويس، انا اتكلمت مع ناس كتير وهم كلموني، لا شايف شغل كويس، وما غير برضو تكاليف ولا مصاريف، ما بكلفوش مثلا الاكاديمية حاجة ولا بكلفوا اللاعب حاجة، لا شغل تمام، حاجة حلوة حلوة بتفيد الاندية. كابتن طارق كامل عامل شغل حلو. لا بسم الله ما شاء الله يبارك، عامل حاجة كويسة و متألق في حياتي، يعني حاجه اول مره جديده بخصوص المنتخبات. لا ظهر حاجه جديده وطنيه للاكاديميات، حاجه عامله. شايف ان هي بتخدم الانديه ازاي؟ لا بتخدم الانديه من ناحيه التسويق، في لعيبه بتطلع كويسه، واللي عنده مثلا بيطلع من الاكاديميه بيطلع احسن حاجه عنده، فبيعملها مثلا منتخب فبيصهر هنا بيمشي هنا فبيبان كويس. فحقيقه شغل كويس، شغل جميل يعني، ظهر جديد حقيقه كويس بتطور في الكره المصريه. يعني بيبقى في تطوير من خصوص الدوري بتاع الاكاديميات، بيبقى فيه لعيبه كتير بتظهر بتوصل للانديه، مدربين بتشوف اللعيبه بتتعاقد معاهم، طبعا بتفيد الاكاديميه. تمام، وبعدين بيبان برضو يعني شغل كويس، يعني شغل كويس وامكانيات كويس، يعني اللي انا شايفهم عاملين امكانيات كويس بتساعد اللاعب اللي هو يلعب، ملاعب كويسه، شغل كويس، باصات، سفريات كويسه، كل حاجه كويسه. تمام، انت ايه المعوقات اللي بتقابلك من خصوص اولياء الامور وخصوص الملاعب؟ طبعا زي ما حضرتك عارف ان في انديه من غير ملاعب كتير، يعني في انديه عندنا مثلا انديه بورسعيد برضو من غير ملاعب، بس في فرق عامله نتائج، عامله ماتشات كويس، يبقى فيش ملاعب، الملاعب مش متوفره. ملاعب والله مش متوفره، دي بترجع بقى، انا بنشوف اغلبيه، انا بنشوف انديه وانديه كبيره، بنشوف عائق الملاعب دي عندها مش حلو، يعني ما عندهمش امكانيات الملاعب، ارضيه وحشه، شغل، فبس الله المستعان ربنا يعني واحدة واحدة. أنا من هنا من برنامج العالمي طبعا بوجه رسالة للدكتور علي أبو سمرة وكيل مديرية الشباب والرياضة عن محافظة بورسعيد، بأن الأندية اللي من غير ملاعب دي يا ريت ندخلها مع مراكز الشباب، يبقى لها أيام، مراكز الشباب لها أيام، بخصوص برضو إن الأندية دي بتطلع لعيبة كويسة للدوري المصري، ويلعبوا لأندية طبعا بره بورسعيد برضو بتسوق اللعيبة، بياخدوا منها ناس، تبقى الفرصه برضو. انت عارف الدكتور علي ابو سمره طبعا بيخلش على اي رياضه في محافظه بورسعيد، وعامل نشاط رياضي كويس، حتى كان في دوري الشركات الاسبوع اللي فات كان الافتتاح بتاعه، الدكتور اشرف صبح كان متواجد مع اللي هو عادل غلبان محافظ بورسعيد. طبعا يا كابتن عايز اتكلم برضو بخصوص الاكاديميات في الدوري بتاع اللي هو دوري الاكاديميات اللي كان معمول السنه اللي فاتت، في لعيبه منه راحت انديه السنه دي. تمام، في لعبة منه راحت أندية السنة دي، وجه الاستفادة بتاع الأكاديمية إيه؟ وجه الاستفادة معلش، لما أنا يبقى عندي لاعب ومنسى وجهه، الأكاديمية أصلاً بتزيد عدد عندي. كانت بتزيد. بتسمع كأكاديمية، بتسمع اللاعب فلان راح نادي كذا. أيوه بتسمع معايا وبتجيب لي عدد زيادة،
وبتطور من الشغل برضه، اللاعب بيدوس على نفسه وبتطور من نفسه عشان يصل ويروح مكان كويس، فدي لها فايده طبعا كبير، غير ما يكونش لها مثلا في تسويق. لا التسويق شغال تمام بسم الله ما شاء الله. مين بيتعاون معاك في الاكاديميه؟ مدربين كمدير فني؟ والله كل المدربين اللي شغالين في الاكاديميه عندنا في المجاولين، يعني كلك مدربين على اعلى مستوى، من اولهم مدير فني الكابتن خميس الشيخه، الكابتن مروان، الكابتن كاريكا، الكابتن محمد يونس، كلها مدربين كبيره وكلها مدربين ماسكه فنديه كبيره، ان كان دمنهور، حرس الحدود. فطبعا بنوجه لهم الشكر كله للاعب اللي انا بناخده، بشرفني في اي مكان اللاعب، اي لاعب بناخده من الاكاديميه بنروح في اي مكان بشرفني، حتى بيسالني مين مدربه، بيطلع خامه حلوه معاه، بنوجه لهم كل الشكر طبعا. جميل. طبعا كابتن احمد ابراهيم، عايزين نتكلم ايه الصفقات الجديده اللي انت شايفها في الدوري المصري؟ هنتكلم مثلا في، يعني مثلا بالنسبه للاهلي، في مثلا اليو ديونج مثلا صفقه جت، يعني اشتغل في فتره سريعه فاد النادي. جميل. بنتكلم مثلا في حمدي فتحي، صفقه كويسه، بس يمكن الاصابه اللي جت له ديت بعدته شويه، بس رجع تاني، وحمدي عنده كتير اكتر من كده. يعني شايف محمد ابراهيم لو اجى الاهلي؟ محمد ابراهيم طبعا لعيب كبير، يعني احسن نص ملعب يعتبر، انا بحترمه جدا، بحترم طريقه لعبه. محمد ابراهيم لو جه النادي الاهلي هيفيد النادي الاهلي كتير. هيفيد النادي. هيفيد النادي كتير طبعا. جميل. كابتن محمد فرج، عايزين نتكلم على الصفقات الجديده في الدوري المصري. صفقات اليو باجي صفقه حلوه الدوري المصري. واليو باجي وعلي ديانج صفقات حلوه الدوري المصري السنه دي. ده بخصوص النادي الاهلي. بخصوص النادي الاهلي. جميل. طيب انت شايف صفقة رمضان صبحي للبيراميدز؟ صفقة حلوة، صفقة حلوة، يعني رمضان صبحي لاعب كبير، يعني لاعب حلو بيفيد النادي. بيفيد النادي. جميل. طيب كابتن مروان، نتكلم برضه عن صفقة رمضان صبحي لنادي بيراميدز. تمام. لا طبعا صفقة جميلة، ورمضان لاعب كبير، بس انا كنت نتمناه في الاهلي. انا اتمنى ان هو كان يتم، اتمنى ان هو يبقى يفضل موجود في مكانه في الاهلي. بس انا شايف ان هي صفقه احترافيه. ماشي، هو احتراف وحقه، اي لاعب حقه يحترف، بس هو انا شايفه هو لاعب، انا شايفه، انا حابه في الاهلي، انا شايف كده. جميل. طب انت شايف الصفقات اللي في الاهلي السنه دي؟ الصفقات الجديده، الاهلي الجديده اللي الاهلي بيتعاقد معاها. والله صفقه محمد ابراهيم كويس، بسم الله، يعني كويسه. الصفقات برضو لو مشت، يوسف البليلي، بنون، صفقات طبعا حاجة كويسة خالص، نتمناها اللي هي تمشي الصفقات دي وتخلص، نتمنى للصفقة دي تمشي، الصفقتين دول تمشي، يوسف البليلي وبنون، يعني نتمناها اللي هي تمشي الصفقتين دول. جميل. طيب كابتن رمضان، في النهاية عايز كلمة الأشبال دمنهور والراغبين في الانضمام، كابتن مروان، الانضمام للأكاديمية عندك. والله هما شايفين قدامهم طبعا المدربين واولياء الامور بتخش وتشوف، فانا شايف في اقبال، في اقبال على الاكاديميه في عندنا في دمنهور، اقبال كبير برضو، الناس بتخش وتشوف، الاكاديميه مسمعه الحمد لله عشان التسويق والماتشات اللي بتنعمل الوديه، فالحمد لله شغل كويس وشغل تمام ماشي معانا الحمد لله. جميل. كابتن مروان، حابب توجه الشكر لمين يا كابتن احمد؟ طبعا اولا الفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم يعني اولا الكابتن حسام عوض، تمام، اللي بدات معاه بدايه حياتي يعني، بعد كده الكابتن مروان طبعا. جميل. هتوجه الشكر لمين كابتن محمد؟ الشكر للكابتن مروان، هو اللي بدات معايا، الكابتن مروان هو اللي بدا معايا، هو اللي بدا معايا. جميل. وهو اللي اداني الانديه وشافني، شافني بلعب كده، بلعب ماتشات وشكنا ودينا الانديه. جميل. تمام. طب كابتن مروان، شرفتنا النهارده في حلقتنا في برنامج العالمي. حبيبي تسلم، بس انا معلش ثانيه واحده، انا بنحب نوجه الشكر لوالدي الحاج عبد القادر بلال ابو اليزيد، عشان هو من الشخصيات اللي واقفه جنبي، ونوجه له الشكر وبنقول له الف الف مليون شكر. كل الشكر والتقدير ليه طبعا. اكيد طبعا. طبعا شرفتنا كابتن احمد، شرفتنا كابتن محمد. بوجه كل الشكر للسادة المشاهدين على متابعتكم لبرنامج العالمي، وإن شاء الله انتظرونا الحلقة القادمة إن شاء الله الجمعة القادمة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.